خلونا نرحب أولا بالسيد سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور سيد سفير. ويمكن محتاجين من حضرتك تحلل لينا أو تشرح لنا أهمية زيارة الرئيس لبروكسل. طيب أستاذ يوسف، حضرتك دي الدورة السادسة لقمة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وكلتا المنظمتين يعني بيجمعهم عدة أطر للشراكة، منها قمم أفريقيا أوروبا، ومنها مجلس وزراء أفريقيا أوروبا، ومنها العلاقة بين المفوضية الأوروبية ومفوضية الاتحاد الإفريقي. الدورة السادسة، الدورة الأولى بدأت في القاهرة عام 2000، وصدر عنها خطة سميت خطة عمل القاهرة، وهي اللي حددت آليات المشاركة بين الجانبين. طبعا الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر، هو الشريك الأول للاتحاد الإفريقي والإفريقيا عموما، وليه باع طويل معنا في قضايا التنمية وفي قضايا السلم والأمن الدولي وفي كل التحديات اللي بتواجهها القارة. الاتحاد الأوروبي شريك أصيل لأفريقيا. طبعا عدد من الموضوعات الحالة بتجعل من هذه الدورة أو بتجعل لهذه الدورة أهمية خاصة. طبعا في مطالب أفريقية أصيلة زي إدماج أفريقيا في الاقتصاديات العالمية، وطبعا مسعى لدعم خطط التنمية، دعم الاستثمار، نقل التكنولوجيا، الطاقة الجديدة والمتجددة، الحماية البيئية، الحماية الصحية، وتمويل القارة في مواجهة الجائحة والأمصال. وطبعا في ملف هام جدا يا أستاذ يوسف باتا يعني شريكا لنا في كل زيارات السيد الرئيس الخارجية، وهي استضافة مصر لاتفاقية الأطراف الدولية التابعة للأمم المتحدة المعروفة باتفاقية الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. يعني قضايا المناخ باتت يعني يمكن لو لاحظت زيارة السيد الرئيس لباريس في منذ عدة أيام، وكان بيشارك في قمة محيط واحد، دي قمة مناخية طبعا لحماية المحيطات، وكذلك زيارة السيدة أنالينا بولباك وزيرة خارجية ألمانيا، كان بيض بحكم أنها كمان زعيمة لحزب الجرين الخضر. معنى كده ان قضايا البيئة ايضا كانت حلة وبقوة. السيد سامح شكري موجود في بروكسل في مقر الامانة التنفيذية لاتفاقية الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة للمناخ، والسيد الرئيس اليوم ايضا في هذه الشراكة اللي هيكون احد موضوعاتها ايضا الهامة المناخ. وطبعا الزيارة زي ما حضرتك بتتابع يا استاذ يوسف فيها بعد ثنائي دوما بيحرص عليه السيد الرئيس، هيلتقي بالملك طبعا فيليب ليوبولد ملك بلجيكا، والإكزاندر دي كرو اللي هو برضو رئيس وزراء بلجيكا، والملفات طبعا الإقليمية والدولية حلة وبقوة مع يعني عاصمة الاتحاد الأوروبي. كمان هيكون هناك لقاء للسيد الرئيس مع مجموعة من كبار رجال الأعمال البلجيك، وحضرتك عارف طبعا السيد الرئيس في كل زياراته الخارجية بيحرص على لقاء مجتمع الأعمال وتقديم مصر كفرصة استثمارية واعدة للعالم الخارجي، وهي كذلك يعني مصر ببنيتها التحتية وبمشروعاتها العملاقة وباقتصادها القوي المستقر وقيادتها للمنطقة ومكتشفاتها الغازية أصبحت أيضا ضمن منظومة أمن الطاقة الأوروبية. كمان هيلتقي الرئيس بقيادات الاتحاد الأوروبي وبرؤساء دول وحكومات موجودين سواء من إفريقيا أو من أوروبا، وهيكون طبعا هناك العديد من القضايا اللي تهم مصر مثل ليبيا، القضية الفلسطينية طبعا، حتى قضية سد النهضة يعني ستكون قضية أيضا من ضمن قضايا أو ملفات البحث، علاوة على كده أمن واستقرار المنطقة وكذلك الأوضاع الدولية المتوترة بسبب الملف الأوكراني. ربما يعني تبدو القمة شاملة للعديد من الموضوعات. طيب ده هنا هيخلينا سيد سفير أسأل تحديدا على إلى أي مدى الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على اجتماعات بروكسل. هي عموما في انفراجة تبدو اليوم ظاهرة واضحة العيان، يعني الحديث
عن دبلوماسيات عدة نشطت خلال الأسابيع القليلة الماضية، واضح أنها يعني آتت أكلها أو يعني قدمت شكل من أشكال التهدئة أو الحل. يعني كل ما تطلبه روسيا هو الابتعاد عن ما يهدد أمنها القومي واقتراب الناتو من حدودها. يبدو أن هناك يعني مساحة الآن لتفهم المخاوف الروسية. وعليه صرحت روسيا أن كل ما كان يحدث، وطبعا ده يعني ما تقوله موسكو، كل ما كان يحدث هي كانت مناورات وانتهت، وستعود وتسحب قواتها. يبدو أن هناك جهدا دبلوماسيا بذل أتى ثماره. يعني أنا أظن ده الشكل العام. طيب، ولا أعتقد أن العالم كان في مناخ سواء من الضغوط الاقتصادية للجائحة أو التردي الاقتصادي. لا يوجد مناخ يسمح بالحرب. لا خالص خالص. طب سيد سفير، هل تعتقد أنه روسيا تكتفي فقط بعدم دخول أوكرانيا للناتو، ولا أنه هذه المفاوضات وهذه الجهود الدبلوماسية ربما تفضي إلى أنه يتم التراجع عن قانون كاتسا وفرض عقوبات على الدول التي تستورد الأسلحة من روسيا؟ والله يعني الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي لم يقود موسكو لاتخاذ يعني قرارات حاسمة بشأن هي القضية. مرتبطة بالإدارة الأمريكية. لو استطاع الناتو أن يقدم حلولا بعيدا عن الحدود الروسية فهو أمر محمود. الحقيقة في حالة ضغط على موسكو من خلال العقوبات، ولكن التكامل الأوروبي الروسي لم يحقق أيضا مقصده. يعني لازالت هناك ضغوط على موسكو تمارسها الولايات المتحدة خلافا لمصالح أوروبا. يعني النورد ستريم 2 والعلاقة الغازية والطاقة الألمانية الروسية، 60% من طاقة ألمانيا تأتي من روسيا. ليس من مصلحة ألمانيا الدخول في صراع، وفرنسا والتي فقدت عقد 100 مليار وساط استرالية للولايات المتحدة لا تطيق حتى الحديث عن الولايات المتحدة ومصالحها، وباتت تطالب بالقوى الأوروبية الموحدة كما كانت دوما مطالب فرنسا. حقيقة الموقف الأوروبي رغم تعرضه مع الولايات المتحدة لا يملك إلا أن يسير في فلكها ما دامت القوى في يد الناتو، وما دامت القوى المسيطرة هي الولايات المتحدة. أما روسيا فهي بأحلام العودة لقدراتها الماضية، قبلت الكثير من التنازلات والضغوط، ولكنها لم يكن أمامها سبيلا لتقبل هذا الانحراف الأوكراني بعنف باتجاه الناتو مهددا لمصالح أمن روسيا القومي، رغم أن روسيا قد أخذت تعهدات لدى انهيار الاتحاد السوفيتي بأن الناتو لن يمد أقدامه في أوروبا الشرقية باتجاه حدوده، وما لم يحدث. وبالتالي يعني هناك وضع دولي شائك. نأمل أن يعني نبتعد عن هذا التصعيد الذي كان يهدد قلب أوروبا بحدث مثل هذا. وكما ترى يعني شوف لو قارنا يا أستاذ يوسف منطقتنا بالمنطقة الأوروبية، نقطة اشتعال واحدة في أوكرانيا قلبت أوروبا والعالم رأسا على عقب. صحيح. بينما منطقتنا تعج بنحو مثلا 5 أو 6 صراعات دون توقف منذ سنوات ونتحملها. معنى ذلك أن الشرق الأوسط فعلا يعني منطقة تتعرض لضغوط هائلة، وما أن تعرضت أوروبا لضغط واحد حتى انقلب العالم رأسا على عقب. ولا أحد يستمع إليك في فلسطين، في سوريا 13 سنة حرب، في ليبيا، في اليمن كم سنة حرب، 4 أو 5 سنوات من 2015. يعني بكل من 2015. بمعنى أن منطقتنا بالفعل في حاجة إلى حالة من التدخل والهدوء والابتعاد عن العنف الذي تمارسه علينا أيضا قوى إقليمية بعينها. صحيح. إيران. صحيح. على تركيا، على تهديدات إثيوبيا. فالعالم أظن لابد أن يصحو لمسعى صادق، ليس فقط للتهدئة في أوروبا ولكن أيضا للتهدئة في الشرق الأوسط. يمكن قبل ما أقفل يا أستاذ يوسف أوضح أن المؤتمر بكرة ماشي في نسق هام لإطلاق حزمة استثمارية أفريقية أوروبية ضخمة لم يعلن عنها ولكن متوقع كذلك. يعني سيكون المؤتمر على نمط موائد مستديرة تتناول العديد من القضايا، منها أظن قضية المناخ اللي هيكون والأمن والسلم طبعا واللقاحات والوضع الصحي والتنمية المستدامة والهجرة. يعني عديد من الموائد المستديرة لتخلص القمة ببيان ختامي
ومؤتمر صحفي ظهر يوم الجمعة. فنتمنى كل الخير لمصر وللعالم وهدوء واستقرار تنعم به الشعوب بعد يعني طول انقطاع لثمار التنمية خاصة في منطقتنا. صحيح، أنا بشكرك جدا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.